أننا جميعاً ومهما كانت مواقعنا ومستويات مسؤوليتنا مدعوون في ظرف محفوف بالتحديات إلى المساهمة في تثبيت مرتكزات دولة المؤسسات والحق والقانون، دولة تتكرس فيها روح المواطنة وقيم التضامن ويتجذر فيها الشعور بالواجب الوطني. فلنجعل من ذلك قناعة في ضمائرنا وغاية نبيلة لمساعينا، ولنجعل من أيامنا التاريخية محطات شاهدة على الوفاء للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة.